وسطى المدينه. سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. على كتفك وانا يا حبيب الله، وانول شرف لقى صحبتك وخط في صفوف امتك واتحامى فيك. Harapan
segala persoalan hadapi semua dalam tenang dengan rasa kesyukuran ku doa kau selalu mengawasi gerak-gerikku berkatilah